أنا أتكلم عن مواد غذائية الآن تحتوي على بروتينات حشرية، بروتينات من الديدان. لماذا؟ لأن أخبرناكم من قبل بأن الصناعة الآن تغيرت، وأن تراكب المواد الغذائية الجديدة تغير تركيبة المادة. لما الصائن يصنع بسكويت أو كعكة أو مكونات الآيس كريم أو بعض المشروبات الغازية التي يعني الأشياء الجاهزة، جميع البلدان العربية التي تستورد مواد جاهزة، يجب أن تعلم بأن احتمال كبير لا نجزم، لأن أنتم تعلمون أن اللغة العربية الحمد لله عندها تعبير، فاحتمال كبير أن تحتوي هذه المواد على بروتينات من الديدان والحشرات، ومؤكد لكن نقول احتمال كبير. البلدان الأوروبية الآن، مثلا البلدان التي تصنع، كل البلدان الأوروبية تصنع مواد غذائية، طبعا إسبانيا، إيطاليا، فرنسا، هذه ألمانيا، بريطانيا، هذه البلدان، هولندا، هذه كلها تصنع مواد غذائية تبيعها للبلدان الإفريقية والبلدان العربية. المواد جاهزة، أتكلم عن المواد الجاهزة ليس المواد الأولية. المواد الأولية طبعا لا يمكن أن يضيف لها بروتينات حشرية، مثل القمح والرز، مثل الفول وحمص وعدس، ومثل حبوب التوابل مثل حلبة وحب رشاد، كيف يضيفون؟ لا يمكن. لكن الأشياء يعني هذا البريباريشن، الأشياء اللي يعني المواد الغذائية المعلبة الجاهزة للاستهلاك، هذه تسمى تركيبة غذائية. يعني لا يمكن أن نجد شيئين، يعني مثلا البسكويت في 5 6 7 مركبات وليس يعني مركب واحد، هذه تسمى خلطة أو تركيبة غذائية، فيها مضافات غذائية، فيها يعني نشويات، فيها بروتينات، فيها أشياء، هذه ربما حتى يعني بودرة الحليب، حليب مجفف، ربما يكون فيها أشياء. دائما نجد هذه الكعكات والبسكويتات، وأنواع كثيرة، كعكات بسكويت، لأن هناك كعكات بالشوكولاتة، كعكات بالقشطة، كعكات يعني أشياء كثيرة. كذلك البسكويت يكون جاف، يعني البسكويت جاف، ولكن كذلك أنواع من البسكويت. فالمواد الجاهزة، البلدان التي تستورد مواد جاهزة للاستهلاك، هذه المواد احتمال كبير أنها تحتوي على هذه البروتينات. لماذا؟ لأن هذه الصناعة في البلدان الغربية التركيبة تغيرت. لا يمكن أن يصنع لك أنت منتوج ويعني يوقف المعمل لكي يصنع لمصر أو السعودية أو الكويت يعني بسكويت، هنا لا يمكن، فهو يصنع العالم كله. لماذا؟ لأنه لا يصنع حتى تكون يعني طلب، لما يكون طلب يصنع الكمية، يعني يكون عنده طلب 5 6 بلدان، فطبعا هو يلبي هذه الرائحة، ولما يكون طلب فهو يكون يعني مئات الأطنان أو آلاف الأطنان، وليس يعني 5 كيلو. فهذا الصانع يصنع، والتخزين عنده، والصانع لا يحاول ما أمكن ألا تكون عنده مواد مخزنة، لأنها ربما تتقادم، ربما يعني يصيبها بعد تلوث مثل جراثيم أو توكسينات أو شيء. هذا لماذا؟ لأن رأس المال يكون جامد، لما يكون الصانع يخزن هذه المواد فرأس المال جامد، فهو يحاول ما أمكن ألا يكون عنده ستوك، يعني يكون عنده ستوريج، يكون دائما المواد يعني تخرج للسوق، ولو يعني ولو لا يأخذ الثمن مباشرة، فعلى الأقل. لماذا؟ لأن الستوريج يكلف الصانع، الصناعي الستوريج يكلف الصانع، لأن سيعتني بها وكذلك هذا المال جاء المجمد في هذه المواد التي يخزنها. فما هذا الخضر والفواكه والتوابل وبعض البذرات، الأشياء التي نستوردها، وقمح ورز وذرة وحمص وفول وعدس، الأشياء التي نستوردها على شكل حبوب، فهذه أشياء يعني آمنة، ليس فيها مشكل. لكن الأشياء التي نستوردها جاهزة للأكل مصنعة، يعني هذه احتمال كبير فيها ديدان وحشرات. بعض الإخوة راسلونا أن بعض الأعراض بدأت تظهر في بعض البلدان، يعني ما في ذلك البلدان الشرقية وكذلك البلدان المغاربية، بدأت أعراض تظهر على الأطفال وعلى النساء. غريب أنه نفس الشيء بالنسبة للبلدان الأوروبية، أن الأعراض تظهر عند النساء والأطفال، دائما عند النساء والأطفال، فحتى الرجل عنده مشكل. لكن لماذا؟ لماذا؟ لأن النساء عندهم يعني حساسية أكثر من الرجال لهذه الأشياء، وعندهم جسم هش. ثم مع الجائحة ومع الجرعات، يعني المرأة الآن مناعتها يعني تخربت. الأطفال كذلك، الأطفال يعني الآن، كان الله في قبل كانت بعض الأمراض لا تصيب الأطفال، الآن الأمراض كلها تصيب الأطفال بما في ذلك السرطانات. فالأطفال أجسامهم يعني عنده وزن، هناك أطفال وزنهم 20 كيلو وحتى 15 كيلو، أطفال اللي عنده 6 و8 سنوات يعني 20 كيلو، 25 كيلو، 30، 35 كيلو، هذا الوزن
كمية بسيطة من التوكسينات أو من المواد السامة يعني تصيب الطفل. لماذا الأطفال يصابون بتسممات غذائية أكثر من لماذا؟ لأن جسمه صغير وأي كمية من التوكسينات أو من الجراثيم فهي يعني تمرض الطفل. يعني هكذا يعني يفهم الناس. فعموما لما تظهر هذه الأعراض نحن نحاول ما أمكن أن نعطي حلول، لأن لا نقدر أن نمنع الاستيراد. نحن ليس الأمر بيدنا، فهناك جالبين للسلع يعني رأس مال كبير، وهؤلاء تصدر استيراد عليهم. ليس هناك تصدير، هناك استيراد. نحن نصدر بترول ونصدر أشياء هكذا، ما هي استيراد؟ الأشياء التي تستهلك هي استيراد، وليس ما يسميها شركة تصدير واستيراد، وهي شركة استيراد، ليس تصدير واستيراد، ماذا تصدر؟ لا شيء. فهذا الاستيراد الآن في كل البلدان ستكون فيه مواد، وربما نخشى أن تكون هناك ضغوطات سياسية على البلدان لكي تشتري بعض المنتوجات من البلدان المغاربية. البلدان المغاربية مثل تونس والجزائر والمغرب بوليفيا موريتانيا، هذه أكيد سيكون عليها ضغط. يعني هذا يعني هذه أشياء سياسية، أكيد أنه سيكون هناك ضغط، لأن هذه يعني آليات الأسواق الكبرى التي تخضع للسياسة، تخضع لأهداف معينة، تخضع لاستراتيجية معينة، فهم يربحون أموال نعم، لكن في نفس الوقت يعني يخدمون يعني استراتيجية معينة يحددونها. هل يريدون أمراض؟ هل يريدون أشياء؟ لا ندري. هل يريدون إدمان؟ الناس يصبحون مدمنين على بعض المواد؟ لا ندري. المهم هناك يعني دائما سياسة تدخل في كل الأشياء. فضغوطات نحن متأكدون أنها ستكون ضغوطات من الدول الأوروبية على الدول المغاربية لكي تشتري بعض المنتوجات، والمنتوجات التي تحتوي على حشرات وديدان، لكي لا نبقى هكذا يعني نضرب الشمس بالغربال كما نقول. حسب المستويات يعني ماذا سنستورد. الآن المواطن أصبح يعني ذكي، المواطن أصبح الآن يتخوف من المنتوجات الجاهزة. الحمد لله عندنا في المغرب الآن مستوى مرتفع جدا الآن، الحمد لله، نحن نحمد الله أن المواطن المغربي أصبح يميل إلى الأشياء التي يهيئها هو بنفسه. لكن لا زال عندنا شباب وأطفال وطلبة في الجامعة، ويعني شباب لا زال متهور، لا زال يستهلك أشياء جاهزة، منها المشروبات الغازية ومنها البسكويت والكعكات. يعني أكثر المبيعات الآن يعني في السوق أكثر المبيعات هي بسكويتات وكعكات ومشروبات غازية، وهذا يعني وهذا هو المشكل. فستظهر أعراض عند الأطفال وعند النساء. بدأت عليهم بعض الإخوة الأطباء أخبرونا بأن هناك أعراض، نيت بدأوا امبارح لما تكلمت عن هذه الأعراض، فاليوم كان اتصالات وكان أطباء يخبرون بأن هذه الأعراض كذلك لاحظوها في المغرب، وهذا شيء مؤسف. لكن احنا نحاول ما أمكن أن ننفع الناس، نحن لا نتدخل في السياسة، هذه لا نقدر، ليس الأمر بيدنا، ما احنا وزراء ولا برلمانيين ولا شيء، نحن مع المواطن ونحاول ما أمكن أن لا يكون هناك ضرر فقط. يعني فقط فهنيئا للإخوة والأخوات، يعني هذا خبر صار أن بعض الإخوة أجروا تحاليل، وهذا والله هذه أشياء الحمد لله، هذا هو الثمن، هذا هو الثمن الذي وهو أحسن ثمن، ولما نرى نتيجة جيدة في هذه المعلومات. فهنيئا للإخوة والأخوات اللي صاموا شهرين وعملوا حصتين حجامة في حياتهم، لعامل حصتين وثلاث حصص حجامة وصاموا شهرين، فهنيئا لكم بأن أثر الجرعات إن شاء الله خف بأكثر من 60 و70%، لأن بعض الإخوة عملوا تحليلات مثل الديدايمرز ومثل تخثر الدم ومثل بعض الأشياء التي تترتب عن هذه الجرعات وتترتب عن هذه الجائحة، فكان هناك تحسن يعني ب50 و60%، أن حتى بعض الأشخاص كانوا يأخذون بعض الأدوية التي تميع الدم، أن الطبيب وقف هذه الأدوية لأن الحالة جيدة، تراجع كبير من حيث الأمراض المناعية الذاتية، وهذا يعني بالنسبة لنا بأن تأثير الجرعات كذلك خف، لأن الجرعات تزيد في الأمراض المناعية الذاتية، فلما تتراجع الأمراض المناعية الذاتية فهذا يعني على أن تأثير الجرعات خف، شيء مهم جدا والله، شيء عجيب. الحمد لله الأشخاص اللي عملوا حصتين حجامة وصاموا أكثر، يعني اللي صاموا شعبان ورمضان ولا اللي صاموا هذه المدة كبيرة، جل الإخوة اللي صاموا 3 أشهر كلهم الآن عملوا تحاليل 100% تحسن بروستات. المهم الرسائل اللي وصلتنا البروستات PSA كلهم خفض، الناس الآن لا يحسون بأي شيء. أشخاص اللي كان عندهم هذه قولون
بقى عنده مشكل مع الغازات، النساء اللي عندهم مشكل مع الهرمونات وهذه العادة الشهرية ما بقى عندهم مشكل، وكذلك الأمراض المناعية الذاتية تراجعت، وبعض الأخوات كثير كثير من الأخوات سووا مشكل هاشيموتو، الغدة الدرقية ثم الصدفية كانت نتيجة باهرة. يعني 100% من الذين طبقوا هذه الأشياء كلهم يعني تخلصوا من صدفيات. وهذا ماذا يعني هذا؟ يعني أن كل شيء ممكن، فقط يعني أن ينضبط الناس وأن يتبعوا هذه الأشياء فقط، ويعني كفى من التهور وكفى من استهتار بعض المعلومات التي هي تنفع الناس. أنا ما الناس ما يعملوا لي شيء الحمد لله، لكن نريد والله نحن نريد أن يستفيد الناس وأن يكونوا بصحة جيدة وأن يستفيدوا بالأشياء التي بين أيديهم ويقدرون عليها. هذه ليست أدوية غالية ولا شيء، شيء يقدرون عليه، هذا نمط العيش فقط. فالإخوة اللي عندهم هذه الأعراض، طفائح على الجلد وألم فظيع في الجهاز الهضمي، كذلك المعدة وذو غثيان، ربما تقيؤات، هناك بعض الإسهالات، وإسهالات بلون شيئا ما، إسهالات بلون شيء ما بشع ورائحتها كريهة جدا. المهم هذه الأعراض اللي أعطونا الإخوة الأطباء. ثم المهم هذه الأشياء نحن نعلم يعني التسممات لما تأتي من هذه الأشياء، نحن نعلم ماذا تعطي، ولكن لما يعني نتأكد فيصبح الأمر جيد، وأن يستفيد الناس فقط. نحن لا نريد إشهار ولا عدنا عيادة يأتوا عدنا الناس ولا شيء. أن بعض الأطباء يظهرون في الإعلام يعملوا إشهار لعيادتهم ليأتوا عند الناس، نحن لا نعمل إشهار ليأتي عند الناس، ما عندنا شيء. يعني خير إن شاء الله، نحن متقاعدون إن شاء الله، كملنا العمل في الجامعة على أحسن ما يرام، أطرنا الناس الحمد لله، ما ظلمنا الطلبة ولا ظلمنا أي شيء في حياتنا المهنية، خرجنا تقاعد الحمد لله ومبسوطين ومسرورين. كملنا الحمد لله المهمة، فقط يعني الأشياء التي تحكى كلها مزايدات، كلها أباطيل، كلها تضليل، كلها تشويه، كلها تشهير، لا يهمنا والله، ما يهمنا. أنا الذي يهمني هم متابعي الدكتور فايد، أنتم بالنسبة، والله أنتم بالنسبة لي، ما الباقي لا أبالي الباقي. أنا قلتها بالدارجة، يشرق فمه يعني، لكن المتابعين دكتور محمد فايد يجب أن لا يعني يتزعزعوا، وأن لا يعني. الحمد لله الآن راها القناة الآن الحمد لله تصفات، يعني تنقات من بعض العفونات الحمد لله، شيء والله كل شيء خير، وعسى أن تكرهوا شيئا هو خير لكم، عسى أن تحبوا شيئا هو شر لكم. والله يعني الحمد لله نقصت واحد 15,000 منخرط، وانا جد مبسوط والله، يعني انا اقسم لكم جد مبسوط، لان هذه 15,000 ما عندي ما نعمل بها، الحمد لله خرجوا الان القناه علي المشاهدات هي، ولو ان 15,000 مشات المشاهدات الحمد لله هي، فما عندنا مشكل. المهم بالعكس ان يبقى جمهور مقتنع متنور، يريد ان يفهم ويريد ان يعيش بعقله وليس بعقول الناس، أن تعيش بفكرك وبعقلك أنت وليس بما يفكر لك شخص آخر ويقول لك هكذا، أن تعيش أنت، الله خلقك مستقل بعقلك، تعيش بعقلك، ما عندك في حد يعني هكذا. فهذا الإخوة اللي عندهم ولا الأخوات، ولا لما تلاحظوا الأطفال عندهم هذه الأعراض، ولا النساء الخطوط تظهر عندك أفراد طفائح على الجلد، ربما حكة، أو ربما غثيان، زيادة في هذه ضربات القلب، نقاد القلب، كذلك ستحسون شيئا ما بفشل في الركبتين، لا يقدر الشخص على العمل، الوقوف إذا كان يعني أكل هذه المأكولات بكمية كبيرة وفيها بروتينات من هذه الحشرات الديدان، يعني كلما أكلت كلما تكون تتراجع صحتك، طبعا قوة الجسم. سيكون بعض الآلام خفيف في الصدر، آلام خفيف في الصدر، زيادة في ضربات هذا عدد ضربات القلب، هذه أكيد. ثم الجهاز الهضمي، الجهاز الهضمي هذا يكون عنده مشكل. في هذه الحالة طلبوا من الطبيب بأن يكتب لكم تحليلة الكبد، طلبوا من طبيبكم في أمريكا، في أوروبا، في بلدان، في بلدان الشرقية، هذه المعلومات يعني احنا لوجه الله، وافعلوا ما شئتم. إذا ظهرت عندكم هذه الأعراض، فالتسممات لما يكون تسمم ولما تكون أشياء خطيرة، فالكبد لا بد يتأثر دائما، الكبد هو الأول، العضو الأول الذي يتأثر. فاطلبوا من الطبيب يكتب لكم تحليلة الكبد، منها الترانزامينات والجاما جي تي، السي ار بي، وكذلك الفيريتين، هذه أشياء التي تتعلق بالكبد. إن شاء الله الطبيب يكتب لكم هذا باش تمشوا للمختبر تعملوا هذه التحليلات هذه. كنت أعطيت بعض المعلومات للأشخاص اللي مصابين بالأيدز،
أشخاص المصابين بالإيدز الحمد لله كذلك كاين تحسن سبحان الله. أن الصيام، الحجامة، وكذلك هذه المكملات اللي تكلمت عليها، بروبوليس، غذاء الملكات، بالنسبة اللي عندهم الإيدز بكمية معقولة، ميجا كمية جيدة، يعني 3 و4 و5 غرامات، بروبوليس، غذاء الملكات، وتعملوا حجامة. كاين الآن بعض الإخوة اتصلوا بنا يعني لاحظوا أن هناك تحسن في السي دي 4 والسي دي 6، هذه الخلايا، هذه المناعية، يعني عليه تحليلات الدم، ودائما الطبيب يعتمد على تحليلات الدم. وكان حتى شهيتهم تفتحت، يعني بداو ياكلوا احسن، بداو ياكلوا احسن، وبداو يحسوا شويه قوتهم، يعني تحسنت. النظام الغذائي بروتوكول فايد زائد بروبوليس، غذاء الملكات، مع حمض الاوميغا 3 والبروبايوتيك، الاعشاب التي تشرب اللي تكلمنا عليها، البذرات تكون في النظام الغذائي مع التوابل، الرياضه، حجامه، عملوا يعني حصتين متباعدتين تقريبا بهذه المعلومات. هما لما سمعوني تكلمت على الحجامه، هما عملوا حجامه، يعني اجتهدوا، يعني انا تكلمت على الايدز هذا الاسبوع اللي مر، لكن هما الان يعني مش بعض الاخوه اللي فيهم هذا الايدز كانوا متبعين هذه، ولاحظوا بان هناك يعني تحسن، وما يخبروننا فقط، يعني وهذا شيء جميل يعني في هذا المتابعين. دكتور محي جزاكم الله خير، هذا ان يخبرونا بما استجد، لكي نزيد معلومات، لكي نتقدم، وليس من هذه، يعني نحن متأكدون من هذه العلوم، ولكن إذا كان رأيناها في الميدان أعطت نتائج، ممكن نحن كذلك نعطي أكثر، أكيد نزيد في التركيز، نزيد في المواد الغذائية، نزيد في المكملات، لما لا نزيد حتى في العوامل، يعني شيء ربما يكون تدليك، ربما يكون ترويض، ربما يكون رياضة وحجامة وكي وأشياء، هذه كلها نستفيد منها. فعموما الإخوة في جميع البلدان بما في ذلك جاليتنا، لما تظهر هذه الأعراض، يعني يطلبوا من الطبيب يعطيكم تحليلة، لأن المختبر يطلب يعني ورقة الطبيب، وما هذه من جهة أخرى، يعملوا ديتوكس. لما تظهر هذه الأعراض توقفوا جميع المواد المصنعة، لأن كلها مشكوك فيها، يكون فيها حشرة ديدان، وحتى ولو كانت محلية، توقفوا جميع المواد المصنعة، جميع المواد المعلبة، تكتفي بطبخ المنزل واكل المنزل والمواد الاوليه على شكل سلطات، على شكل شوربه خضار، طبيخ، يعني كل شيء، ما عندك مشكل، لوز، جوز، تمر، زيت، زيتون، نشويات، بقوليات، كل شيء، يعني حتى سمك، نعم ممكن تاكل سمك بغير مسموح بالبروتينات الحيوانيه في هذه الفتره، يعني يكون نظام نباتي 100% يكون احسن، من الاحسن حتى السمك يعني يوقفوه في هذه المرحله حتى من بعد التناول، لكن يكون نظام نباتي لمده اسبوع، وإذا قدر الشخص يصوم يكون أحسن. اللي أثار انتباهي، وهذا شيء كذلك عجيب، أن هذو الإخوة والأخوات اللي صايمين شهرين وأكثر، هنا بعض الأخوات حتى في أوروبا يصومون شهرين، يعني أن بعض الأخوات اللي كتبت رسالة أنها لاحظت بأن هي ما ظهر عليها أعراض وأطفالها عندهم أعراض، هذا شيء عجيب. أن حتى الصيام كذلك، لماذا؟ لأن الصيام ديتوكس، الصيام ما يخلي اي شيء، ان شاء الله لا ما يخلي اي شيء يضر الجسم، لا الكبد ولا طحال ولا بنكرياس ولا معده ولا امعاء، هذه فقط لاننا نعلم ان البروتينات من الحشرات والديدان جسم الانسان لا يقدر عليها، والطفل لا يقدر عليها، الطفل لا يقدر على هضم هذه البروتينات، فالصانع هو هذه البروتينات لا يستعملها خامه في المواد الغذائيه. المهم هذا سير صناعي، يعني هذا المهم لازم تعلموا اي شيء، كل شيء لما يستخرجوا البروتينات من الديدان والحشرات، الاكستراكشن، يستخرجون هذه البروتينات، فهي لا تستعمل هكذا خامه في المواد الغذائيه، فهم هي تحل، كاين واحد البروتيوليز، كاين واحد العمليه، واحد المرحله تمر منها هذه البروتينات لكي تحل، لكي تهضم، ليس تهضم كليا ولكن تهضم 30 40%، ثم تضاف الى المواد الغذائيه. لماذا؟ لان جسم الانسان لا يقدر على هضمها كمواد خامه، بروتينات هكذا مباشرة من الديدان، جسم الإنسان لا يقدر عليها. إذا كانت بتركيز 0.01% وجسم الإنسان يقدر عليها، مش مشكل. في حالة ما إذا كانت هناك دودة لم يراها شخص ومرت مع الأكل، فممكن على مثل ديدان التمر ومثل هذه الأشياء، فهذا يعني. لكن أن تكون بنسبة 10%، نسبة كبيرة جدا لا يقدر عليها جسم الإنسان، لا يقدر عليها. فهم الباحثون حددوها في 10%، لأن رأوا بأن هذه البروتينات بتركيز 10 في حدود 10% جسم الإنسان ممكن، لكن أنا أقول لا،
جسم الإنسان لا يقدر، والطفل سيتضرر لأن جسمه في 25 و30 كيلو، الطفل طبعا سيتضرر، وكبد الطفل، كبد الطفل سيتضرر. سجلوا معلومات الله يجزيكم بخير، يعني كبد الطفل سيتضرر، أكيد أن الكبد سيتضرر من هذه البروتينات. ففي حالة ما إذا وقع هذا المشكل، عملوا النظام النباتي الفيجن، فيجن ماشي فيجيتاريان، فيجن 100% نبات، جميع نبات تاكلوه ما عندنا مشكل، يعني نظام نباتي لمدة أسبوع، اللي قادر يصوم جيد شربوا الماء بكثرة، أعطيوا الأطفال الماء بكثرة يشربوا الماء بكثرة، واليومين الأولين بالنسبة للأطفال يكون الأكل سائل، يكون الأكل سائل على شكل عصائر، على شكل شوربة، على شكل حساء، على شكل هذا فقط، يعني هذه ثم. ثم من الأحسن في هذه الفترة هذه يعني لمدة أسبوع، من الأحسن تقطعوا الجلوتين، القمح كذلك، يعني الحليب راه ممنوع قطعناه، ولكن من الأحسن الجلوتين. لماذا؟ لأن الجلوتين هو بروتين صلب جدا قوي، إذا تحد مع هذه البروتينات سيكون مشكل على مستوى المعي الدقيق، يعني البروتينات تحل في المعدة لكنها تهضم في المعي الدقيق، سيكون مشكل في المعي الدقيق. وكثير من الناس الآن يحسون بألم فظيع في المعي الدقيق، يعني الإخوان في أوروبا، يعني لأن أوروبا بدأت يعني هذه ديدان الحشرات، يعني موجودة في السوبر ماركت، هذه المواد جاهزة، المواد جاهزة كلها فيها ديدان الحشرات. الآن السياسة الجديدة هم لماذا غيروها لا ندري، وهذه ليست ديمقراطية لأن القانون الأوروبي يمنع، فالآن اتفقوا على أن يكتبوا بروتين فقط، أصل البروتين واش ديدان واش حشرات واش سمك واش بيض واش حليب، المهم يكتبوا لكم بروتين. لما يعني تشوف هذه جدول التركيب الكيماوي على التعليب تجد بروتين، لكن مصدر البروتين شنو؟ الله أعلم. هذا ألين نحن في المختبر ممكن نحلل البروتينات، وممكن نعلم أي بروتين، لأن يعني هناك واحد الآلات تحلل الحمضيات الأمينية، يعني هذه ممكن. فعموما هذه الحلول، الناس محتاجين معلومات ماذا يعملون، يعني يعني لا بد من النظام النباتي، ثم شرب الماء بكثرة، ديتوكس، تعملوا ديتوكس فقط، يعني هذه اللي يقدر يصوم جيد، اللي ما يقدرش يصوم يقلل الأكل مع النظام النباتي ومع الحركة، إن شاء الله يكون خير. لما تنتهي هذه الأعراض فكيف ستتجنبها هذه المواد؟ ستصبح ممنوع جميع المواد المعلبة على الأطفال. وفي الأخير ستصلنا إلى نصيحة الدكتور محمد فين، ليعيش الناس بسلام. يا سيدي يزيد الديدان ولا البعوض ولا الحشرات الأكل ما يهمنا، إذا كنا لا نأكل المواد المصنعة، نعم أم لا؟ إذا كنا لا نأكل المواد المصنعة، لا نفتح علبة ولا صاشي ولا أي شيء، نأكل طبخ المنزل، فلا يهمنا ولا يضرنا، يعني يكون صرصور ولا يكون يعني ضفدع، لا يهمنا. وهذا الآن أن تدربوا أطفالكم من الآن. أنا أعلم بأن البلدان العربية بكثرة حبهم للأطفال يخربونهم، أوروبا كذلك يحبون أطفالهم لكن في حدود، طفل يضعونه في إطاره، نحن لا، نترك الطفل سودة يعمل ما يشاء ويقول أفراد مفردات كيف يشاء ويأكل ما يشاء ويأكل ما يريد، ويعني ولا نقدر على الطفل، أصبحنا لا نقدر على الطفل، لا نقدر. من الأوروبيين كيضبطوا الطفل، الآسيويين يضبطوا الطفل جيد ماشي، نحن غير قادرين على الأطفال. أنا ما رأيته في بلدان الخليج، يعني في الإمارات وفي السعودية، ما رأيته يعني الأطفال كيف يعني يستهلكون الآيس كريم والمشروبات الغازية والمشروبات المنشطة والكعكات والحلويات، شيء غريب، شيء لا يمكن الأطفال يعني ألا يصابوا بأمراض، لا يمكن. وسيكون هذه الانخفاض في الخصوبة في هذه البلدان الخليج، ستكون انخفاض في الخصوبة بشكل رهيب، ربما الخصوبة يعني تصل إلى صفر من بعد 10 ولا 20 عام، ربما لا يكون هناك يعني ولادات ولا ولا ولا، شيء خطير. لماذا؟ لأن استهلاك المشروبات الغازية هذه المنشطة والمشروبات الغازية الأخرى، يعني الكمية التي يستهلكها الأطفال هذه كافية ليكون الطفل ذكر يكون عقيم لا ينجي، فقط هذه. أما إذا أضفنا المصائب الأخرى فالبنيات كذلك عندهم مشاكل، وهذا السكري عاد تغلي هذه. فارحموا الأطفال، إذا كنتم تحبون أطفالكم فطبخوا لهم، إذا كنتم عاجزين على الطبخ للأطفال وعاجزين على الطفل، أصلا يجب أن لا يكون عندكم أطفال إذا أردتم تبغوا الحقيقة.
أما أنك تريد أن تتم، تريد أطفال وتريد زوجات وتريد وعندك مال وكذا، ثم تترك هذا الأطفال هذا يتعذبوا في هذه الدنيا، يأكلون أي شيء ثم يصابون بأمراض، هذا ليس هكذا، ليس من المعروف. المسؤولية هي هذه، الناس كيسموا تحمل مسؤوليتك، ولا أحد يعني يطرح مع نفسه ما هي المسؤولية. نسمع يوم ليلة نهار تحمل مسؤولية، تقدر على المسؤولية، تحمل المسؤولية، نعم كل الناس تتكلم على الكلمة، هي هذه المسؤولية، المسؤولية تقدر على الطفل، ما تقدرش على الطفل، ولا شيء مجتمع عربي يقدر على الطفل إلى حد، ليس هناك ولا بلد عربي ناجح مع الطفل، لا يوجد، من السودان إلى المغرب، البلدان الآسيوية ناجحة مع الطفل، ليس هناك بلد ناجح مع الطفل، لا السعودية ولا قطر ولا المغرب ولا الجزائر ولا مصر ولا السودان ولا الكويت ولا البحرين ولا اليمن، ليس هناك بلد عربي ناجح مع الطفل. فانتبهوا جيدا، لأن هذه المنتوجات اللي دخلت الآن ربما تكون تستهدف الطفل. هذه المعلومة الأخيرة. المهم في حالة ما ظهرت أعراض، أذكر النظام النباتي، شرب الماء، وكذلك يعني الناس اللي قادرين يصوموا لما لا، وتشربوا في الليل أعشاب، هذه الأعشاب اللي تكلمت عليها تشربوها في الليل في المساء إن شاء الله ويكون خير. اللي عنده بروبوليس وغذاء الملكات جيد، بروبوليس يعني دابا أصبحت الآن بروبوليس أصبحت إجبارية بالنسبة لهذه الأعراض التي تأتي من هذه الحشرات وهذه المصائب، بروبوليس أصبحت إجبارية، لأن البروبوليس ترمم جميع التخريبات داخل الجسم. إن شاء الله دائما خير، ماذا نعمل؟ فنسأل الله سبحانه وتعالى اللطف، والله لطيف بعباده. تحية طيبة لكم.